اهلا بكم، هنكمل بقيه الشيت. هنا بيقول لي find the ratio between the number of colored squares and the number of all squares. the number of colored squares يعني المربعات المتلونه 1 2 3 4 5 ام كاتبينها 5 2 and the number of all squares كلها على بعضها هم كلهم على بعض كام 9 كام 9 the number of uncolored squares and the number of colored squares. uncolored يعني مش متلون اللي هم كام 4 2 all squares يبقى 9 the number of all squares and the number of uncolored squares. all squares ب 9 2 uncolored يعني مش متلون اللي هو بكام 4 يبقى 9 2 4 a school has 200 pupils if 80 pupils of them are girls find the ratio between the number of boys and the number of girls. بقول لك مدرسه فيها 200 طالب 80 منهم بنات والباقي النسبه او النسبه find the ratio between the number بقول انا عايز ratio between the boys and the number of girls. اول حاجه لازم يكون عندك number عشان تجيب الريشيو يبقى لازم تجيب النمبر اوف بويز والنمبر الايه بتاع الجيرلز. فانا اقول له كده ريشيو الاول بويز تو جيرلز بقول لك هنا ان الجيرلز ب 80 طب البويز بكام 200 ده طبعا ده بقول لك المدرسه كلها ف 200 يعني المدرسه كلها فيها 200 طالب 80 منهم 80 منهم جيرلز يبقى المفروض الريميندر بقى الباقي بقيت مين بقيت ال 200 هم دول اللي هيبقى عدد مين الطلبه يبقى المفروض اقول له 200 ماينس 80 هيدين 120 واطلع الريشيو بقى الزيرو ده يروح مع الزيرو ده اتفضل 12 تو 8 اعمل بقى سمبليفاي هنا ال 12 ديت 3 باي 4 وال 8 هنا 2 باي 4 ال 4 تروح مع ال 4 يبقى الريزلت عندي 3 2 2 3 2 2 put each of the following equations in its simplest form انا عايز السمبلست فورم 5 2 5 over 4 حاجات سهله جدا ال 5 دي اصلا على 1 واعمل كروس 5 باي 4 equals 20 1 باي 5 equals 5 يلا طلع بقى التايمز تيبل دي 5 باي 1 وال 20 ديت 4 باي 5 طب يا مستر انا عندي 20 ديت عندي 2 باي 10 ما ينفعش اجيب ال 2 لان انا عندي هنا 5 باي 1 يبقى 20 لازم تيجي برضو في تايمز تيبل 5 نشيل 5 مع ال 5 ايه الريزلت عندي 4 2 1 يبقى ده المساله الايه فيرست كوتشنز. طيب هنا بيقول لي هنا ايه 2 2 اوفر 3 2 1 1 اوفر 3 هنعمل بقى الكونفيرت بتاعتها عشان نحول من الميكسد نمبر تو بروبر فراكشن او امبروبر فراكشن. هنا اللي هنعمل فراكشنز وهنا الدايمنشنز هنا زي ما هو اللي هو 3 ملتبلاي وبلس 2 باي 3 6 بلس 2 ايكوالز 8 وهنا برضه 3 1 باي 3 3 بلس 1 ايكوالز 4 هنا 3 وهنا 3 زي ما اتعلمنا دي تشال ودي تشال يبقى 8 2 4 ال 8 ديت عباره عن 2 باي 4 وال 4 ديت عباره عن ايه 4 باي 1 صح صح ولا لا ممكن مثلا مش هقول 2 باي 2 تنفع 2 باي 2 بس هتطلع لك ناتج برضه بيقبل السمبليفاي يعني ازاي عشان برضه نحل بحل كل الطلبه دي 2 باي 4 طب ال 4 2 باي 2 دي تروح مع دي تفضل لي 4 وتفضل لي 2 الريميندر لسه برضه فيها سمبليفاي اللي هي 2 باي 1 وال 4 هي 2 باي 2 هندلت ال 2 مع ال 2 يبقى ايه؟ يبقى الريميندر عندي 2 2 باي 1 2 2 1 ماشي يا اولاد؟ طيب هنا بيقول لي ثيرد و 2 تينس ثيرد 2 تينس دي اصلا زي ما هي لازم نخليهم بالفراكشن 2 تينس عباره عن 2 اوفر 10 واعمل كروس ما دام فراكشن اعمل كروس 1 باي 10 10 2 باي 3 6 يلا اعمل بس سمبليفاي دي 2 باي 5 ودي 2 باي 3 هنشيل ال 2 مع ال 2 يبقى الريزلت عندي 5 2 8 3 5 2 3 طب هنا بيقول لي 15 اوفر 45 هي 15 2 45 هنا 3 باي 5 وهنا 5 باي 9 هندلت ال 5 مع ال 5 يبقى الريزلت عندي هيكون 3 باي 3 تو 9 3 ديت 3 باي 1 وال 9 ديت 3 باي 3 هنشيل دي مع دي يبقى الريمندر عندي 2 1 2 3 حاجات سهله وبسيطه. طيب هنا بيقول لي جاب لي هنا find the ratio between the perimeter of the square and the perimeter of the rectangle. هنجيب البرمتر بتاع السكوير ونجيب البرمتر بتاع الريكتانجل ون ايه ونطلع ريشو ما بينهم. اقول له كده perimeter of
square to perimeter of rectangle. البريمتر بتاع السكوير عندي هنا بيقول لي كان القانون بتاعه لازم تحفظ قوانين البريمتر وهتلاقيها موجوده في كتاب المصر على فكره كتاب الماس البريمتر بتاع السكوير سايد لينس باي 4 سايد لينس باي 4 الوضع ده 2 2 باي 4 ايكوالز 8 طب البريمتر بتاع الريكتانجل لينس بلس ويدث اول باي 2 لينس بلس ويدث اول باي 2 4 بلس 6 ايكوالز 10 باي 2 ايكوالز 20 هنا يبقى 2 باي 4 طب 20 عايز تعمل 2 باي 10 ماشي مش مشكله وممكن تقول 4 باي 5 الاحسن يعني هندلة ال 2 مع ال 2 بقى 4 2 10 ال 4 دي 2 باي 2 وال 10 2 باي 5 هندلة ال 2 مع ال 2 يبقى الريزلت عندي 2 باي ايه؟ 2 باي 5 او 2 2 5 The area of the square and the area of rectangle هتطلع الاريا بتاع السكوير ونطلع الاريا بتاع الريكتانجل area of square area of rectangle الاريا بتاع السكوير side by side side times side و 2 باي 2 ايكوالز 4 والاريا بتاع الريكتانجل لينس باي ويدث لينس باي ويدث 4 باي 6 ايكوالز 24 هنا ده عباره عن 4 باي 1 و 24 4 باي 6 هندلت ال 4 مع ال 4 يبقى الريزلت عندي 1 2 6 1 2 6 كده احنا وصلنا لنهايه الشيت نمبر 1 ده احنا كده المفروض ايه ان انا احل مع الولد على فكره انا بحل مع الولد الاول لو انا حاسس مثلا لو انت متابع اونلاين بنحل مع الولد مع بعض وفي ورقه خارجيه كده وبعد كده ما تقوم هو يعني بعد ما تخلصوا تقوم انت ايه مدياله الامتحان يحله كله مره واحده طبعا ما تقولوش من قبلها ان انا هديهولك عشان تمتحن ما تقولوش من قبلها ان انا هديهولك عشان تمتحن لا طبعا لان لو قلت له هيعمل حسابه انه يحفظ الاجابه هيعمل حسابه انه يحفظ الاجابه لازم يفهم طيب الولد مثلا امتحان طويل هو فعلا طويل مش صغير الامتحان ده يقعد له ساعه الامتحان ده يقعد له ساعه طب ايه اللي المطلوب مني مثلا انا ممكن امتحنه على كوتشن 1 وكوتشن 2 خلاص يبقى السؤال الاولاني والسؤال الثاني امتحنه عليه وبعد كده مثلا ياخد على درجه بعد كده امتحنه على في يوم ثاني مثلا او في نفس اليوم بالليل على بقيه الايه المسائل ديت وبعد كده اجمع له النتيجه في الاخر خلاص يا جماعه اشوفكم على باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.